سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين. مرحبا. أول شي اسمحوا لي عيد اليوم كل أم وكل امرأة وكل معلم وكل مين عم يسعى ويضحي ليقدم للبلد ولأولاد البلد. وبما أنه بهالشهر بنحتفل بعيد المعلم، فاليوم بدنا نعيد مجموعة معلمين سوريين بالداخل حملوا الهم السوري ومسؤولية الأطفال السوريين ومستقبلهم. من محافظة حمص ومدينة تلبيسة وقرية المكرمية قرروا مجموعة من المعلمين أنهم يأسسوا مدرسة تجمع طلاب المنطقة من المرحلة الابتدائي، رغم أنه عددهم بس 3 معلمين، بس قدروا بشهر 8/2016 يفتتحوا مدرسة بالعلمي نحية مع عدد طلاب كان حوالي 60 طالب من المرحلة الابتدائية ضمن حجرات صفوف ميدانية. وبشهر 10/2016 انتقلت المدرسة من الغرف الميدانية لبيت تم استئجاره ليكون مقر للمدرسة، تم تقسيمه لغرف صفية بيدرسوا الطلاب فيهم مواد رياضيات، عربي، انجليزي ورسم، وبيتخلل بعض النشاطات الرياضية والتربوية والترفيهية. اليوم المدرسة بتضم حوالي 250 طالب من المرحلة الابتدائية مقسمين لدوامين قبل الظهر وبعد الظهر. بيشرف عليهم كادر مؤلف من 13 مدرس، 3 إداريين و2 مستخدمين وإعلامي. آخر نشاطات المدرسة كان معرض علمي لتصميم الوسائل التعليمية، وقدموا الطلاب خلال المعرض نماذج إبداعية مميزة لوسائل تعليمية بمختلف المواد ولمختلف الصفوف رح تنحط بخدمة المدرسة. مدرسة بالعلم نحية مثل كتير من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني اللي عم تشتغل بالداخل، بتعاني من نقص الدعم والتمويل اللازم لاستمرارها، ولازالت لهلأ وبعد 8 شهور من افتتاحها مستمرة بجهود تطوعية من المدرسين والإداريين القائمين عليها وبنفقات فردية منهم، دوبة عم تكفي لدفع أجار المدرسة وتأمين بعض المستلزمات بظل وضع اقتصادي سيء جدا عم يعيشوا أهالي المدينة. وطبعا أي حدا منا بيقدر يدعمهم ويشجعهم على الاستمرار من خلال التواصل معهم على صفحتهم على الفيسبوك يلي بتلاقوا الرابط تبعها بوصف الحلقة. كل عام ومعلمين بالعلم نحية بألف خير، وكل عام وكل معلمين سوريا بألف خير، وكل السوريين اللي قرروا يكونوا لبعض بألف ألف خير. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين.